هذا هو ترونسفو اخويا، هاو هو ترونسفو في نص واد اخويا، في نص واد صب النوم كيريتا كيريتا عظمى كيريتا لا يرتى لها. هم الناس مساكن ساكنين في بيوت الهشه في بيوت الفوضاوي، فهم يصب النوم اخويا يروحوا يباتوا عن في ديار واحد اخرين، يباتوا عن فاميلتهم عن واحد، يضربوا بطاطا شر كل شتا يروحوا مساكن الناس هذوما. ترونسفو في نص واد يا خوتي، شوفوا برك هاي الصوره وحتى هذي تهدر ما كان لها نزيد نهدر. روح صور روح صور روح اكل مني لحم قولوا 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 هاي ما تعسر وتصحى ما ضل اكل مني لحم قولوا لا دين حي ناظر مثل يا اخي تسمعني نورمال ها احنا مواطنين تاع حي الصرول. حي الصرول لدي ينتمي بلديه البوني دائره البوني ولايه عنابه. احنا رانا شعب في حاله ما دامت لمينا كبير وصغير كي مكه سما صبرنا 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 فض الصبر. رانا في حالة ما نعرف كيف راح نقولها لك، يعجز اللسان عن التعبير. 5 سنين 10 سنين 15 سنة وحنا نعانيو في نفس البروبلام. يقول لك انا جبنا 44 مليار حطوه في الصرول في زيقو والماء، مازلنا نعانيو في نفس المشكل تاع زيقو والماء، نفس البروبلام. يجيبوا لنا مقاولين اضعف مقاولين يجيبوا فيهم هنا، يجيب برويطه وبالا، يقول لك مشروع ب 5 ملاير 6 ملاير. مشروع تاع الطريق الرئيسي طلبوا الفار 5 سنين وحنا نستناو فيها، طريق شرق غرب كملت وعاودوها، وتاعنا احنا مازالت ما كملتش دركا. رانا نعانيو في معاناه كبيره، عندنا فيضانات من جبل عندهم 10 سنين ويقولوا لنا نديروا لكم حمايه من الفيضانات. لحد الان يجي الشتاء ظلوا خايفين. كل واحد وين يكري، واحد وين هارب، واحد يخرج خلاه من الحي غير من الفيضانات. تهبط الفيضانات علينا احنا تدي كلش، تدي معها القش، تدي معها ما تخلي حتى تقفل له طريق، طريق ولائي رقم 23 مكسر. عندنا 5 سنين احنا نشكيو عليه، درك النقل حبس لنا النقل، الطاكسياره وليبيس كلش حبس، قال لك ما نخدموش في طريق مكسر، قال لك انا طونوبيل ب 200 مليون ونطلع بها في طريق تكسر، قال لك ما نطلعش بها، حبس النقل. الدري مش قادر تقرا، مش مقادرين يروحوا يخدموا مع الكورونا مع المرض مع الفقر مع الناس ما عندهاش، الناس كلها الهم اخويا. السلطات نروحوا يشكينا البلديه، كتبنا رحنا للسلطات هنا البلديه العهده فضت، قال لك ما ندير لكم والو، قاعد يطب قاعدين يطبعوا في يطبعوا في حكايات حتى كي شغل تاع واحد بسيط جدا. يخدمونا في خدمه يجيبونا في التيف من الحجار تاع الديشي نحو مطريق يخدموا فيها القدر، وحنا يعطيونا في الديشي طببناها وما صلحتش. السكن نحكيو على السكن، السكن عندنا 5 سنين من 99 من 99 2014 الاحصاء عندهم 5 سنين ولا 3 سنين هما يقولون اللي صراحة تخرج جاي اللي صراحة تخرج جاي اللي صراحة تخرج. الدري دارت لي مستاج اللي خلق من 99 لدركا قداه نسنا بالراجل مازال يرقد مع امه وباباه في شمبره واحده. ابتدائي عندنا زوز ابتدائي يقربوا الافواج يقربوا الثانويه، مازلنا احنا سكتير السرول واد النيل وعين الشهود مازلنا نقراو في بوحمره في خرازه. أروح شوف النسبة تاع السكن تاع الصرول قداه، دير الإحصاء ومن بعد روح. 40 ناس أمام. أروح تشوف الناس من قدام هنا في دي إن سي، الدري يقرا بالبوطاطا، خريف والشرح يقرا بالبوط. الحصة بلاصة نلعبوا فيها كيما البوني كيما البلاد كيما أي كيما السكان الكل كيما أي كيما الأحياء الكل. ونطلب من الدولة ومن الرؤساء يخدمونا الطريق ويخدمونا ويخدمونا الملاهي ويخدمونا البارك ويخدمونا كلش. اخويا انا حبيت نثبت حاجه واحده برك، صار ولا دا ما فهمتوش انا اسكو تابع النبا ولا لا، انا هذيك راها النبا ولا خاطيه. يتبنى شغل ساكنين في باكستان اخويا، احنا ما عندنا والو فهمتها. سيد عدى ديك النهار ركبناه من هنا قال لي وين جاي كارتي هذا فهمتي، عندنا 7 كيلو اخويا على الصرول. قول لهم اخويا تخدمونا 7 كيلو على النبا، تخدمونا اخويا كيما الناس نعيشوا كيما الناس. انت بلايص خارج على النبا برقوق بلايص ميزيريه حمراء خير منا اخويا، احنا ما كاين والو هنا فهمتي. رئيس الجمهوريه شخصيا، رئيس الجمهوريه يطلع علينا مسؤولين تاع ولايه عنابه كل بما فيها البوني كل. انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. حابين نعيشوا كما الناس برك، مشنا طالبين حاجه اخرى، طالبين مطالب كما الناس، وكنا نطلبهم المطالب اللي ناقصين ما نحبسوش، من كلش مخصوصين اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا احنا درك نعطيك في عجاله المشاكل تاع الثروه الذي لا تحصى ولا تعد. اول حاجه كما عقبوا الزملاء تاعنا الطاكسيار على الطريق هو مشكل الحال. لازم يديروا لنا حل الطريق في جو الترميم هذا ويجيبوا، لازم يخدمونا الطريق وما كانش بعد 3 اشهر. احنا نحتاجوهم يجيو ويخدموها، ولازم يخدموها خاطرش احنا ربحنا
احنا عيب بعضنا كل. ثاني حاجه السكن اللي هي من 94 استفاد الثروه الغير من 500 ولا من 300 سكنه، فهمتي؟ وهو كاين ناس دركا ولد مع باباه وزوز مع باباه وولاده كبروا وزوزوا وهو مازال مع باباه وماتوا ما اداهاش هذا السكن. ثاني حاجه الصحه اخويا، مشي الثرول قد خرازه وشبيه والتسيه دير له شمبره فيها 7x7 ويديرها اكراش يداوي فيها ربعه من الناس لقطن اللي يجيبوه ما يكملش الدري تاع الفاكسان. يبا احنا لازمت لنا اكراش وتتحط في النص، خاطرش كاينه ناس في سونتر ماس والزيتون قاعده تروح الخرازه يداوي يضربوا الفاكسان لاولادهم يقول لهم لا انتم في الثرول عندكم اكراش لازم تروحوا. ثاني حاجه التعليم، عندنا اولادنا كرهوا من لابي، هو يدير له يقول لك انا وفرت لك النقل للتلاميذ، تلاميذ يجيبوا الصباح ويجيبوا العشيه واللي يقرا على 10 يجي من سونتر ماس ومن ود النيل يمشي عارج ليه في اللوتوروت. خويا العزيز عندنا مشكل الحال اللي احنا واقعين فيه درك اللي هي الطريق الوطني الطريق الولائي 23 لازم يتخدم بالاضافه لوش الطريق الوطني هذا. كي تجي انا تحط لي الكودرون، تجي انت تحط لي الكودرون درك غدوه تصب النو يهزوا الكودرون الماء. شوف خويا العزيز تجي وتخدم لنا الاحياء حي بحي، تخدم له الكودرون خاطرك شو علاه تقول لي في ار دي، كاين احياء خدموا لها الفي ار دي وخدموا لها الماء وخدموا لها الغاز وخدموا لها كلش وبقات فاها البروجي تاع الكودرون. لازم تجي تخدم الاحياء وتخدم الكانيفو وتخدم الطريق. يا العزيز انت تجي لي للسرول وتحط لي منطقه صناعيه، ثاني منطقه ولا بالك اكبر منطقه صناعيه تحطها لي في السرول وتخدم لي فيها البرانيه. خويا مد العيش الخبازو خدم ناس السرول. خويا انا مش لي روح لازون يقول لي روح البيرو موندافر، جيب لي بيلتان بيرو موندافر باه نخدمك. معليش نجيب لك بيلتان بيرو موندافر، روح بيرو موندافر يقول لي ما كانش. كيفاه ما نخدمش؟ يقول لك او عندك المرشي، نروح نحمل انا ب 2500، وعلاه شباب كيما دا ينحي الطبليه ويروح للمرشي يهز بالكاجو تاع السيناريه ويحطه ب 2000. سبحان الله العلي العظيم. الثرول خطرة جينا نخدموها وجات ناس وكذا وقال لك البلاصه اللي تخدموا فيها الريفي اي ما تعنيكمش اي تاع ناس وكذا 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 وناس عاليه، ومن بعديك تمدها لناس اخرين تحبوا نروحوا مع بعضنا ونحسبوهم تاع الثرول شكون؟ 10 10 من الناس من الثرول 800 سكنه و 800 جاتها ناس برانيه. خويا العزيز انا ما قلتلكش بس هذا كاش البرانيه، الجزائر دي تاع الناس الكل، يجي من مالي ويدير جنسيه جزائريه مرحبا به يسكن اكونديسيون. سكني انا اللي ولد هنا ومتربي هنا وقاري هنا، فهمتي ولا لا؟ الاولويه لي انا. حقرونا والمعلمين يضحكوا علينا، قال لك يقرا ولادكم بلي بوطات من الاخر خلاه. حنا حقرونا واللي هدرتها شيف كابيني قال لك اخويا ما عنبناش ما عنبناش، قال لك تهيئه من البيداري. اصبر دقيقه، قال لك تهيئه راهي 12 كيلو ما قالولهاش، والمسؤولين تاع بلديه البوني راهم زيرو على 10، خاطركش هما المسؤولين الاولين قاعد يكذبوا عليهم يقولوا لهم باللي تهيئه في المشاريع وحسبونا الهضره من الاخر خلاص يا جماعه وكرتي كامل ويعرفوني كل الهضره الاخر خلاص 40 مليار اخويا بعثونا اللجنه تفتيش يجيو يقروا باللي وين راحت 40 مليار راهم كلاوها يا جماعه كلاوها. الحكايه تاعنا وش هم سرقونا 40 مليار حطونا 45 حطونا منهم 5 ملاير ونحسبوهم، جيب اي مقاول دوك يحسبها لك بعينه ب 5 ملاير راحت ليسباس فير راحت الدار الثقافه راحت كلاوها الطريق هذيك تاع قال لك مشروع حمايه السرول من الفيضانات راهو راح. مهم يا جماعه الهدف تاعنا وش راهم رجعونا سواردنا اللي سرقتوهم. رئيس بلديه حطوا دركا رئيس قطاع واحد اخر والرئيس قطاع الاول ما كانوش والثاني هذا ما فهمناهوش، قال لك خاطين الوالي عيط الوالي لكن يجي انا نسناو فيه قال لك ما نجيوش باين خلاه مش راح يجي. البلديه والدائره نص نص المشاريع اللي مدوها في السرول نعتبروها ارباع مش مشاريع، نصها هضموها وكلوها، ما يقدر يخرج ملايكه، ما يقدر يقرا واحد، الطرق تريطوارات شوف الشعب في حاله ربي لي يعلم، نعتبره مش بشريه، احنا حاطينا من خانه حاشا الناس حيوانات حاطينا. لازم قرار لا رجعه فيه نسحقوا الوالي ويدور بقعه بقعه على الانتهاكات الصارخه اللي صارت في البقعه ما بين الاحياء سرقه بالجمله. الطريق راهي ما تمشيش، احنا اللي نخدموا به نصرفوه بياس يومي معنا خرازه ما يشريوش لابياس، محمد ما يشريش لابياس غير احنا يومي واحنا نشريو في لابياس. الطريق راهي فيها حاله، النهار الوحيد اللي مشيت فيه بالطوموبيل ومقرطه النهار اللي جا الوالي باه يدير لاكار ومن ثم ما كان عليها حتى حكايه لاكار هذه غير هضره برك. هذاك النهار داروا له الطريق بالتراب، التراب تاع الغريسه مسمد رطب، طريق رطبة. عديت انا ذاك النهار تكون نهار الواحد اللي سوق فيه الطوموبيل وما سيكوسات شبيه برك. ابار سا يومي
يومي الطريق فيه حاله. انا يرحم والديك ما نكرهنا اخويا، انا قد سي بون شتي قد صاي 5 سنين ولا ما نعرف قداه اخويا الطريق فيه حاله، ما قدرتوش ديروا تجيبوا القدران تخدمونا طريق اخويا، انا في حاله. شوف اخويا اي شوف اخويا شوف اخويا سبحان الله، انت عندنا جماعه راح يصليهم ساكن كبار، واحد ما يشوفش واحد في حاله، قسما بالله في حاله، روحوا شوفونا طريق اخويا. شوف الحي هذا كامل هو شوف من 1991 هو في الحاله هذه، بالعكس كان شويه لاباس، يعني الماضي نتاعو خير من الحاضر، فهمت؟ كانت الطريق لاباس، كانت في الكارتيات كانت معبده كيف كيف، من بعد في المده هذه الاخرى بداو يجيو كل مره مقاول يجي يحفر شويه ويروح، يحفر ويروح، هاك شوف كامله محفوره، منا منين تروح محفوره، الماء ما كانش، الطريق هاك تشوف فيه، التهيئه الحراريه لداخل ما كانش خلاص، التروتوارات ما كانش خلاص، هاك تشوف كلش منعدم.